بسم الله، ممكن يكون مطلوب مني ارسم عمود شكله غير منتظم او حائط شكله غير منتظم، وعايزين نشوف نعمله ازاي في الاركيكاد. اجي من الديزاين اقول له كومبلكس بروفايل، بروفايل مانجر، وهقول له هنا انا عايز بروفايل جديد، فبيقول لي عايز اسميه ايه. هقول له مثلا عايز اسميه زد، اوكي. فبيقول لي هنا عايز تستخدمه في الحوائط ولا في البيم ولا في الكولوم، ممكن تستخدمه في التلاتة او في اتنين زي ما انت عايز. انا قلت له انا عايزه بس في الكولوم، وهاجي في الدوكومنت اختار الادوات اللي انا ابدا ارسم بيها شكل البروفايل زي مثلا لاين الارك، وابدا ارسم اللاين بتاعي وليكن مثلا حاجة بالشكل دوت. وممكن اقول له فيل، عشان اعمل فيل للمساحه دي كلها عندي هنا امر كويس قوي اسمه ماجيك ويند، وده بستخدمه برضو لما اكون عايز اعمل فلور لمنطقه كبيره مره واحده. بدل ما احط الدرع دلع بقول له ماجيك ويند، واجي اقرب هنا هيعمل لي الماجيك ويند بتاعتي. تمام، هو لازم اقول له ستور بروفايل، خزن لي البروفايل ده عندك، وبعد كده هقفل واقول له انا عايز ارسم كولوم. اشمعنى كولوم؟ لان احنا عملناها في كولوم. هاجي هنا اقول له انا عايز اختار شكل البروفايل اللي هو الزي اهوت، وتبدا تحدد الطول بتاعه، هل عايز يبقى مربوط مثلا بالدور التاني الدور التالت زي ما انت عايز. تمام، ممكن تيجي هنا تكتب له طول طوالي، اقول له اوكي، وابدا اشوف انا عايز اخلي الكولوم ده موجود فين اهوت. الكولوم ظهر معايا وخلاص، هو كده تقدر تعدل فيه عادي خالص زي بقية الكولوم العادية اللي موجودة في برنامج الأرشيكات.